شراكة اللجنة الأولمبية مع الجامعة الأهلية هي شراكة جداً منقدرها، لأنه في تقدير كتير كبير من قبل لاعبينا اللي مستفيدين من المنح تبعون الجامعة الأهلية. الجامعة الأهلية هي صرح تعليمي وجامعة أهلية، في عليها طلب عالي ومن لاعبينا، وفعلا في عنا تجاوب كبير لما نقدم هذه المنحة للاعبين وبقدم عليها كثير من اللاعبين. فنحن بنحب ان نشكر جامعة الأهلية على هذا الدعم، ونتمنى انه يصير في عنا جامعات اكثر بهذا البرنامج اللي بيقدروا يعطوا للاعبينا في كل مكان، عشان نضمن مستقبل واعد لكل لاعبينا خارج قطاع الرياضة ان شاء الله. بحب أشكر الجامعة على المنحة اللي أعطوني إياها، وعلى مساعدتهم إلي بإني أقدر أوازن بين التعليم والرياضة. بحب أشكر جامعة عمان الأهلية إنها أعطتني منحة وإنها دائماً داعمة الرياضيين. إحنا كجامعة عمان بدأنا مبكراً، قدمنا 3 منح سنوية للرياضيين المتميزين اللي بيحصلوا على ميداليات على المستوى الآسيوي أو المستوى الدولي، لأنه لا بد من دعم الرياضيين اللي بيمثلوا الأردن وبيمثلوا المنتخبات الوطنية، وهم اللي بيحصلوا على ميداليات وبيرفعوا علم الوطن عالي في المحافل الدولية. بشكر جامعة عمان الأهلية اللي أعطتني هاي المنحة، وأنا جداً فخور أني أنا بهاي الجامعة.